أهلا وسهلا بكل مشاهدي الجنوبية أينما كانوا عدد جديد يتجدد من كواليس الملاعب وهو التاسع والموافق ليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 كالعادة ستكون المادة المقدمة مادة معناها فيها العديد من التفاصيل باش نتفرجوا في مقابلة الكأس إفريقيا سامحوني معناها على البداية اللي كانت هكا النادي الإفريقي وما يجري فيه التراجي ومقابلة أهلي بنغازي يعني العديد من المواضيع الهامة لتأثيث سهرة الخميس واللي تعودتوها بما أنه نحن وصلنا للعدد التاسع على يميني كالعادة الأستاذ رمزي السمراني أهلا بك أهلا بك خويا رمزي مرحبا بك مرحبا بالضيوف الكرام مرحبا بكيفة السادة المشاهدين أنا الدخلة متاعي باش تكون لي بصورة برقية للترحم على شهداء الوطن شهيد العملية الإرهابية اللي صارت في منطقة السلاطنية بمنطقة القصرين وشهداء الحرس الوطني اللي توفوا في مركب السيد وزير الداخلية اللي كانوا متجهين لتعزية عائلة الفقيد ان شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم نحسبهم عند الله شهداء ان شاء الله ربي يشفي الامنيين اللي موجودين حاليا في المستشفى ان شاء الله ربي يرحمهم الكل ان شاء الله ربي يشفي المصابين وان شاء الله ربي يحمي تونس يعطيك الصحه استاذ عن يميني م. كذلك السيد منصور الدويسي وهو ممرن المستقبل الرياضي بمورناق للمصارعة الأكيد وأنه كلكم تعرفوا اللي الأسبوع اللي فات كان بحثنا سي حسين الخرازي الأستاذ حسين الخرازي رئيس جامعة المصارعة قال كلام اليوم في حق في اطار حق الرد سي منصور يحضر بحثنا مرحبا بك في الجنوبيه عايش. سي منصور. مشكور سي رمزي. الحضور اليوم هو معناها تعريف برياضه المصارعه اكثر فهمت الرياضه هذه معناها اللي عندها احباء وعندها جمعيات ونزولا تحت ركبه اصدقائي المصارعين القدم انا موجود بحكم بحك بحك اليوم باش نرد على سي حسين معناها عندي حق الرد على سي حسين في الكلمات اللي تفوه بهم معناها في في هذا المنبر مرحبا بك آه. عن يساري سي عبد الكريم بوشوشه اللاعب السابق للترجي واحد الاركان الثابته في كواليس الملعب مرحبا بك مرحبا رمزي مرحبا بالحضور مرحبا بمشاهدي كواليس الملاعب وانا باش نحكي على المسابقات الافريقيه تفضل بالضبط باش نحكي على الترجي اللي بدات العام في البطوله يعني في تحسن هكا تحسنت الامور شويه ولكن ولو انه اول مباراه اليوم البارحه بالعكس تفرجت في مباراه اهلي بنغازي وترجي يعني كيما نقولوا احنا نوتر بروبليم بيرسيست يعني فما حاجات الحكايه بيدها متواصله يعني. لا يعني ما. تحس فما فوليوم دو جو فما لعب فما يعني. إن إيه العقم وين؟ العقم ديما العقم في الهجوم يعني في حاجه اكيد احنا باش يكون نقولوا احنا ميليو تيرا يعني وسط ميدان يعني صنع لعب وفي حاجه المهاجم يعني صريح. يحذق نقولوا احنا المراوغه ويخلق الخطر وقت تغيب الحلول بالكرات العالية وطول وعمل كل شيء يلزم واحد يخلق في عمق الدفاع يخلق الخطر يعني بال في كونترا واحد ضد واحد وفي برشا حاجات هكا يعني ضروري من المباراة الأولى بدات الصعوبات هكا ولو انه سيطرنا احنا ولكن اللي بيه رجع لك ضيفنا الرابع وهو من العناصر القاره للبرنامج نتاعنا الاستاذ التومي بن فرحات اهلا وسهلا بك في الجنوبيه وفي كواليس الملاعب خاصه مرحبا بك سي رمزي مرحبا بجميع الحضور بتحية لجميع مشاهدي كواليس الملاعب يعطيك الصحة عندك دخلة ولا الدخلة معناها تكون خارج اطار الرياضة نوعا ما بمناسبة طبعاً. بمناسبة معناها نهاية الثلاثي الأول نحن نحب نقدم تحية شكر كبيرة برشا للمعلمين والأساتذة اللي رغم الجائحة رغم المشاكل نجحوا في معناها الوصول بأمان لنهاية الثلاثي الأول ونحب نقدم تحية خاصة لأحد هؤلاء اللي معناها مدير مدرسة هو صديقي عبد الرحيم حسيني اللي خرج على شرف احيل على شرف المهنه بقي متفاني لاخر ثانيه لحدود يوم امس وهي أو اخر يوم في الدراسه كان متفاني كان احد رموز التعليم بولايه بن عروس. يعطيك الصحه انا رجعت لي الكلمه باش نستشهد اليوم بقول ابن خلدون يقول لو خيروني بين زوال الطغاه او زوال العبيد لاخترت بلا تردد زوال العبيد لان العبيد هم من يصنعون الطواغيت. يظهر لي يغني عن كل تعليق الكلمات في الصميم نحب نبلغهم للي من يشكك في حيادية البرنامج هذا ونحب نقول أنه البرنامج راهو ما يبنى إلا عثيقة ونتفكروا سيمونير الكريمي اللي كلمني من عند راهم وخلي راهو البرنامج هذا رجعني نجم معناه في عند راهم هذا يأكد وأنه نجاح البرنامج لا يمكن أن يشكك فيه أي طرف بدايتنا باش تكون مع النجم الساحلي المتعادل مع الفريق مقاولون العرب في مصر سعد كريم بوشوشه وانت الفني هكا باش نعكس الايه باش نجي على اليسار صار استاذ لك معناها عكست الايه سعد كريم كيفاش شفت النجم الساحلي؟ والله النجم يعني أه هو النجم هذاك ولكن يعني ينقص الفرديات يعني الفريق ماهوش نقولوا احنا فريق العاده نفس الشيء بالنسبه للترجي يعني فما رغبه وفما كل شيء لك فما فما حاجات يعني يجب اصلاح برشا حاجات لكن النجم الساحلي مش. راه مشى لمصر ما تنساش هو خاسر مقابله منها ضد مستقبل سليمان البطوله نتاعنا محليه شيء والتحذير الاخر يعني حتى اللاعبين يعني مش كيما يلعب ضد سليمان كيما يلعب مع احترامات سليمان مش كيما يلعب في يعرفوا وش يستنى توا في سورتو في الدوار الاولى يعني زلق ينجم واحد يخرج في زوز مباريات يلقى روحه لبرا مازال ما تقناش في لافاز دي بول في لازم الخدمه باكثر يعني تركيز وتدعيم النجم الرياضي الساحلي والترجي والفرق يعني التونسيه يعني اكثر من ضروري استاذ واحدة ضرب على اليمين وضرب على اليسار استاذ النجم هو الساحلي هو في العاده اي طو... آه، تفضل هو في العاده تكون الماتش آه في الديبلاسمون ديما اصعب الماتش كي ادوميسيل يعني كي تمشي تلعب لدي نتاعك في, في التيرام يكون الماتش اصعب من اللي تلعب في التيران نتاعك لهنا النجم الساحلي باش يصير العكس لانه الماتش تاع لي نتصوروا باش يكون اسهل برشا من ماتش الرتور علاش على خاطر الاسماعيلي عندها تقريبا سبعه لا لعبين. مش الاسماعيلي المقاولون العرب المقاولون العرب. مسيرش. مسيرش. المقاولون العرب كان عندهم تقريبا سبعه لاعبين اساسيين ما لعبوش بسبب اصابتهم بفيروس كورونا مون. يعني ليكيب اللي, اللي لعبت ليطوال في الاول ماهيش هي بيدها ليكيب نتاع الروتور شفنا ليطوال الحقيقه مش في احسن حالاته على خاطر شفنا فريق مقاولون العرب ضعيف كانت ليطوال تنجم تحسم امر ترشح من ماتش لالي شفنا برشا ديشي تكنيك برشا ديشي في الوسط نتصور في الروتور باش يكون ماتش اصعب لكن ما نجمش نصور ما نصورش الطوال باش تعمل ماتش اخي بالماتش تلالي على الورق اللي طوال اقرب واحنا نتمنى حظ سعيد ممثل كرة تونسي الاستاذ تومي بن فرحات شنو احوال النجم الساحلي في مقابلة المقاولون العرب في علاقه <applause> بالهزيمه المره اللي, كان اللي كانت ضد مستقبل سليمان هو هذا هو العلاقه هي كانت معناها خرجوا من هزيمه مره معناها كانوا بحين واحد صفر رجعت عليهم سليمان ولو ان من نحوش الميريت سليمان ان اعتبرها من احسن الفرق الموجوده حاليا في البطوله معناها تلعب ما في كورة مزينه برشا سليمان لكن منها حقيقه الماتش تاع البارح كان طاوله البارح بلوتو كان خير من ماتش سليمان احنا كنا نتوقعوا تكون اصعب المهمه ضيعت الانتصار لعبت ماتش موش خي برشا متوسط لكن فما معناها عقم هجومي وضيعت فرصه انها تعود بانتصار هام منذ لقاء الذهاب حتى تامن لقاء الاياب. سي عبد الكريم ترى انه فما شكون ينادي في في سوسه باعتزال البلبولي بعد مقابله سليمان؟ والله رجوع البلبولي في حد ذاته هو مغامرة لأنه نجاح أي حارس مرمى في نجاح مدافعيه في نجاح كل فريق ككل نتوال مش هي يعني تنجم حارس مرمى كي يبدا حارس حتى حد ما يشك في قيمه البلبولي لكن كي تبدا الامور مش مريقله بالقدا يعني هو اللي باش يتحمل المسؤوليه يعني رجوع البلبولي وسط دفاع كيما نقولوا ما هوش جاهز 100% حتى نوعيه اللاعبين مش هي يعني مش في صالحه انا نتصور يعني لو كان جاي العكس يعني وقت الماكينه تدور بالقدا اللي تدور مليح يعني ينجم تظهر الميزه نتاعو وينجم يلعب وما يقبلش اهداف ولكن في الحاله هذيا يزمو يخمم طريف لانه خير واحد يعني يقولوا احنا فانت كارير يخلي كل التصويره الباهيه يعني اللي خذاوها عليها الناس ومن احسن الحراس سينا احسن حارس في العشر سنين الاخرانيين أه يعرف روحه يتحمس مسؤوليته علاش قادم لانه يعني يعطيك الصحه عندك اضافه ما عنده حتى فايده انه غارديان يتعذب في آه باساج في فيت في بريود صغيره ما عنده حتى فايده انه نقول نحكي ولا الاعتزال نتاعو يعني عاطفة تخيلي في نادي الافريقي عطاه بونتو ماتش القروان عطاه بونتو ماتش صفاقس مش معناه عاطفة تخيلي انتهى فما شوية أمور تنجم تكون ممكن أمور نفسية أمور نتاع تحضيرات لكن الأغلاط الكل معز بن شريفية حارس المنتخب برشا صارت ورغم هذا الكل وقفوا معاه وحاليا حارس اساسي في جمعيته في المنتخب هذا يرجع لبويسونس مونتال نتاع نتاع الحارس كيفاش يتعدى فتره الشك وفتره الازمه اللي يتعدى بها ايمن البلبولي من احسن الحراس حاليا في تونس مازال عنده ما يوري مازال عنده حاجه كبيره ينجم يعطيها لجمعيته وما فما ما عنده حتى معنى انه على خاطر قاعد يتعدى بريود خايبه انه نوليو نحكيو على الاعتزال نتاعو زبير بيا استاذ تومي بن فرحات <متصفيق> زبير بايا يعني انت تدبل مدرب لكن في الصوره ماهوش موجود شنو مهامه مثلا يبدو انهم لم تتجاوز <applause> انت داب الممرن هو ما حسب معناه ما خرج رضا شرف الدين كحكايه مع معناها مع جماهير النجم في في السيت نتاع النجم يبدو انه ما ما عندوش مهام كبيره معناها زبير بيا في الاطوال او على الاقل ما وصلش في المهام التي استدعى من اجلها معناها زبير زو... بيا هو اللي حكى على ال... في الانستغرام على الانستغرام الصفحه الخاصه به هو هو اللي حكى على الانتداب الممرن ثم اختفى يحيد. نهائيا مثل اغلبيه المسيرين الاخيرين في مع السيد رضا شرف الدين معنا... انا نشوف الوضعيه تاع النجم تشبه برشا الوضعيه في النادي الافريقي فما رئيس يدخل واحد يخرج ما عادش تعرف شكون يسير في النجم زملاء حضر التليفون ولا لا من سوسة باه ما سي عبد الكريم المدرب فيرا علاش فيرا علاش بدل التشكيله التي تنتصر في سليمه مثلا يلوموا عليه الناس انه بدل التشكيله تنتصر انا ما ما نشكش في قيمه المدرب هذا ولكن اي مدرب داخل عنده 15 يوم مازال ما عملش شهر يستحيل باش يكون يعرف يعني الملاعبيه على حقيقتهم، يشوف في الداخل كيفاش يلعب في اون ديبلاسمون في يعني كيفاش يلعب، صعيب ياسر، كيف يجب ان يستعين بال... نقولوا احنا ستاف تكنيك اللي معاه، ستاف تكنيك <applause> اللي معاه يكونوا صادقين ويعني التقييم تاعهم ما يكونش مبني على العاطفة وعلى الواحد هما اللي يوجهوه. بعد شهر شهرين ثلاثة شهر يعرف الملاعبين كل حبيت نرجع لك يعني التبديل هذاك مش هو من راسه يصعب ياسر معناها تدخل تدخل فما صار؟ هو يلزم شكون يستعين بعباد ربما اللي استعان بهم عنده جوا نفخه عادش نفخه الناس كلت نجم تغلط يعني مدام صار كيكة صار تبديل وكل شيء ما هوش فكر المدرب فكر الناس اللي قالت له ربما أخطأت في 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 تقييمها للمجموعة كيف عندك كل متعلق؟ كما قال سي عبد الكريم المدرب مازال جديد دونك شويه وقت باش ياخذ فكر على المجموعه اللي عنده شكون اللاعبين اللي, اللي يمشيو مع الفكر التكتيكي نتاعو هو الباساسيون كي صارت ملول بين هو وبين محمد علي نفخه ياخذ فكره من خلال ما حكى له عليه المدرب المساعد نتاعه ولكن هو ياخذ شويه وقت باش يعرف اللاعبين نتاعه من قريب مازال يلوج على التركيبه المثاليه بالنسبه له هو التوليفه اللي تنجم تتماشى مع الرسوم التكتيكيه اللي يحبذها ما نجموش نشك نقولوا فما ناس في الخدمه نتاعه بتاتر مازال يجرب مازال التركيبه اللي حاجته بها آه شوية الوقت الوقت آه هو الوحيد الكفيل باش يخلينا نجيب على السؤال هذا هل انه هو مازال يوج على التشكيل ام انه شخصيته اضعف ضعيفه لدرجه انه يخلي يسمح الناس الاخرين باش يدخلوا في الخدمه لكن ما نصور شخصيا اعتقد انه مازال مدرب جديد مازال يتعرف على اجواء الفريق على امكانيات اللاعبين الكل آه نتصور شويه وقت يفهم يفهم اللاعبين الكل مجموعه اللي عنده العقليه لا يفهم مش المستوى المستوى نتاع اللاعبين انا انا الزملاء اللاعبين هما يصليوا في ملعب سليمان بالله كان تعديوها وخلي الاستاذ تومي بن فرحات يعلق عليها استاذ تومي شفتها شفت تا التصويره لا لا شفت التصويره معناها تعددت التعاليق عليها ما شفناهاش في ملاعبنا تفضل وخاصه لونترنور البرازيلي فيا فيرا هذا كان صلى معاهم فوزي العوني كان معناها الامام نتاعهم كانت قبل قبل بصح قبل تفضل, ما... قبل بس... تصوير قبل تفضل. عاوني تصويرة في حد ذاتها معناها معناها تصويرة باهية برشا يمكن ما نحبش ندخل في امور هذه يمكن اكثر دينية اكثر معناها انا ما كنتش نحبذ برشا انه يكون معناها يا امهم وهو لابس معناها سبادري معناها معناها اللاعبين الكل نحاو هو بركة معناها يا امه وهو لابس سبادري معناها دون الدخول في جزئية هذه حاجة باهية وان شاء الله معناها ربي يهدي اغلبيه الاغلبيه معناها هنا بالله نحب نحب نبعث تحيه شكر للكوميسير اللي كان غادي معناها سي العربي الدبابي اللي هو المنسق العام واللي هو معناها فما شكون فما من الاطراف قالوا له ما تخليهمش يصليوا يعطيه الصحه ما جاتنا الصورة على الأقل باش نجموا نعلقوا عليها هنا أنا نحب نشكر سي العربي الدبابي المنسق نتاع المقابلة أه علاش يعني ما تخليهمش يصليوا؟ فما عباد يا خويا ما نعرفش كيما قلت المرة الأخرى حمادة حطب مسلمين تعودنا نشوفه في الملاعب نتاعنا يعني نشوفوا كيف يصليوا وتعودنا شفنا مدار الجمهور وراء المدارج يصليوا أمنيين شفناهم يصليوا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في الـ دولة مسلمة هذايا حقهم باش يمارسوا على الـ كل الـ الـ على كل حال اثارت العديد التعليق سي منصور خنشركوك شنو يتعلق تعلق عليها التصوير؟ يعني انا نقول كل واحد من صندوقه يلبس انا فهمت اش معناها؟ <applause> معناها فهمتي يا... ل... شيء معناها بالحقيقة شيء يصر أول مرة راه في الملعب التونسية شيء جميل وفرحان برشا أنا بال... فهمتني بالشيء اللي معناها إن شاء الله يكونوا معناها قدوة للجمعيات الأخرين وال... ونكونوا معناها فهمتي دولة إسلامية ما شاء الله المفروض أنا ما تطرح حتى إشكال وما نحكيوش عليها تصوير يعني. حاجة بها ونتعداو كي في ملاعب فرنسية جات في ملاعب أوروبية نقولوا يا تصوير محليها وشو الميساج اللي جا محلاها إذا ما مسلمين في دولة مسلمة يصلي وصورة عادية ديما 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 لابد تلقى صورة عادية وتفرح معناتها ما تفضل هو هذاك المدرب اللي صلي به طبعا بيقوم لا, لا هو لا. الامام فوزي العوني والونترونور وال... هكا قبل الاخرين بواحد هكا قبل, قبل شعره ابيض هذاك فيرا هو الانترونير اللي يعني هو, هي. هو اللي يصلي بهم شكون فوزي, فوزي العوني يعني. فوزي العونيا هكا بالسبيدري مش شكون نحكيهم كل ساعه يعني, 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 يعني زمان لا ربما أصحاب <applause> سلاد الزنازة خاطر هي اللي لا 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 فماش مشكله كيام فماش مشكله فماش مشكله مش ما نفيروش برشا قلق لا يجوز, يجوز. هو معناها بصبات يجوز يجوز يجوز, يجوز. يجوز. سي عبد الكريم خلينا نرجع وجاني واحد <applause> توا واحد في قال الترجي وكانه لم يقنع في مقابله اهلي بنغازي الليبي انت معناها بعيدا عن المقدمه اللي قلتها وبعيدا عن الفكره اللي ناقصه انجور الريجيسور كما قلت انت والمره الاخرى كنت سالتك انا سالتك على سعد بقير قلت لك خسرته الترجي وكأنك هربت لا لا هربت لا لا ما ما من السؤال يعني اليوم كيف شفت معناها الترجي كيف شفته معناها ضد اهلي بنغازي كانت المباراه متكافئه يعني الفريق اهلي بنغازي انا تفاجأت يعني يعرفوا يلعبوا كره يعني على صعيد الفردي يعرفوا يلعبوا كره وراه حاجه باهية يعني كي تشوف انت يعني ما فماش فرق كبير بين الترجي وبين آه اهلي بنغازي يعني معناها التشكيله اللي اختارها الشعباني احسن تشكيله عندك انت خلينا نمشيو تو احسن تشكيله بالموجود احسن تشكيله حبيت نقول لك انا اللي في الانتدابات الترجي بخدمه انا شخصيا اقتنعت بال يعني شاد بلاصتو وكل شيء يقعد ديما المشكل في الترجي آه المرزوقي يعني مازال ما اكدش ما حد شيء ونفس الشيء بالنسبه للمزيان حاولوهم من بلاصته باش يكون يلعب في وسط شويه واحد ولكن الترجي في حاجه اللاعبين احسن من هذوما يعني غير على المردود ولا لا واحنا كنا الاسبوع اللي فات استضفنا معناها الدكتور ياسين بن بن احمد معناها نتاع الترجي وقال وانه فما اصابات ولكن لاباس معناها كي تفرجنا في المقابله فما برشا غيابات اليوم احسن ما فما يعني في ليكيب اللي, اللي لعبت احسن ما هو موجود يعني في إذك إذك في الترجي هذاك هو الموجود استاذ انت كيف شفت الترجي في مقابله الاهلي غاسي هو بالنسبه للرجيسير حسب ما نشوف البطوله التونسيه في السوق يبدو انه فما كان الياس جلاسي في الوقت الحالي في البطوله التونسيه منسير. مع انه حتى ريجيسور في البطوله التونسيه والترجي كما معناها اغلبيه الفرق معناها مازالت في بدايه بطوله برشا اصابات كما قال الدكتور ياسين بن احمد في, الـ في الـ الاسبوع اللي فات <applause> على المستوى وسط الميدان على المستوى الهجومي ما انا ما انا ناقصه برشا يمكن على المستوى الدفاعي نجاز بدا يثبت في نفسه في الوقت الحالي لكن على المستوى الهجومي مم. واحد كلمه مرزوقي عنده يمكن عام ونص ملعبش بكل ما لعبش بكل معناها بخاسك معناها يلقى روحه اساسي مم. ما زال ما قدمت حتى شيء على المستوى الهجومي والوسط ميدان كريم أه سي عبد الكريم ايت مالك في البطوله التونسيه لعب الملعب التونسي برز في المقابلات نتاع فريقه إيه برز صحيح يا باهي لعبي قاعد, قاعد يبرز حبيت نرجع لك سعد بكير يعني برز مش خاطر ريجيسور وقت تبدا ديناميك دو دي جو يعني كيما نقولوا احنا الكره تدور مليح فما تناسق فما يعني انسجام بين الملاعبيه وفما يعني فما رغبه في الانتصار ورغبه شفناها مرات الهدف الاول ضد الاهلي و والهدف اللي سجله يعني بالراس هو فانا موقع نتاع قلب الهجوم يعني تمركز اي ولا واحنا نقولوا احنا بلاريتي يعني كرات ثابته هذا يعني اللي خليه يبرز مش بالضروره يكون واحد ريجيسور باش توا كي يبدا عندك لاعبين ارتكاز يعني قيمه فنيه ثابته ويعرفوا يربطوا اللعب يعني نجم واحد يستغنى على ريجيسور يعني يعطيك الصح سي عبد الكريم الافريقي يعيش غصرات البارح لربع. تم ايقاف حصه التمارين يبدو ان الايام الصعبه قادمه على اليونسي الاسعد الدريدي كذلك الايام الجايه باش تكون عليه صعيبه برشا لانه هيئه اليونسي متقدمه في الاتصالات نتاعها مع المدربين استاذ لي الافريقي بدا يحرك في كما يقولوا في الماكينه وبدات معناها باش تعرف تغييرات الجماهير اللي قاعدة تتحرك لكن الهيئة المديرة قاعدة تتحرك من خلال الهروب إلى الأمام من خلال التسميات اللي والتعيينات اللي صارت بتاريخ 23 بتاريخ البارح 23 23 ديسمبر شفنا رئيس الهيئه المديره في خرق واضح لاحكام القانون الاساسي للنادي الافريقي تحديدا الفصل 40 فصل 40 يقول وقت اللي فما شغور في الهيئه المديره فانه الهيئه المديره تقوم بسد شغور هذا لكن شفنا بيان ممضى من طرف رئيس الجمعيه وحده لا اجتماع هيئه مديره لانه اصلا ما فماش هيئه مديره في نادي الافريقي فما رئيس هنا رئيس اللي الطيار ما يمشيش ما يتعداش كره ما يتعداش ما بيناتهم ما يتقابلوش وما يحكيوش بقرار فردي من السيد عبد السلام اليونسي رئيس الهيئه المنحله للنادي الافريقي الرئيس الاوحد البطل الاوحد بقرار فردي من هو قام فما تسعة استقالوا فقام بتعيين 12 نقول له يا سي عبد السلام راه التسميات هذه تعيينات راهي مخالفه للقانون الاساسي للنادي الافريقي المفروض انه اجتماع هيئه مديره هيئه مديره ككل هي اللي تقرر ومش انت وحدك هو جاب لطفي الرويسي هو جاب لطفي الرويسي جاب لطفي الرويسي مسؤول على المتابعة المستشار الفني مستشار الفني مستشار فني مسؤول على, البلد. على مسؤول على المتابعة شو أنا شوف الناس اللي قبلت باش تمشي مع سي عبد في المدة هذه فما ناس لومهم لأنه في وقت قريب كانوا ضده وكانوا قايمين بحملة كبيرة ضده لكن الناس اللي ما كانتش كانت محايدة كيما لطفي مثلا ممكن يراي يقول لك أنا جمعيتي مستحقتي في الوقت هذا فواجبي باش نمد يد المساعدة حبيت نجي قلت لي أنت الجماهير وقفت حصة تمارين في ملعب الكرم. حبيت نعمل لوم للكاتب العام. سيد سامي سامي المقدمي. القدمي. لأنه الأستاذ سي... ل... سامي المقدمي جمعتين التالي قال إذا كان ما يقعش رفع منع الإنتداب من هوني جمعتين أنا نستقيل. يا أخي ما ما رفعش مستقيل. إذاعة في إذاعة ام كان توجه له صحفي بسؤال قال له هل أنك باش تستقيل؟ قال له إذا كان الجمهور يحبني نستقيل على خاطرني نخدم في خدمتي أنا مستعد نستقيل. إنتي انت ترى روحك تعمل في خدمتك وبالتالي ما فماش علاش تستقيل لكن في نفس الحوار كان هذا جماهير النادي الافريقي قال اذا كان النيابه العمي ما تصرفتش احنا باش نتصرفوا معهم انا يعني الحق بدت في حاجه لانه الطون تاعو تبدل ولا يحكي من منطقه قوه يحكي من فوق اون ديري باندي الحق معناها باندي على رغم اللي صاحبي صاحبي وزميلي قديمه وزميلي لا زميلي من ايامات الدراسه حتى قرينا بعضنا فكرتي دونك نعرف من المقدمه اكثر من 20 سنه تو نعرف باش ياخذ في خاطره لكن انا مانيش لهوني باش نرضي العباد وباش باش نبنن بيه دونك نقول له يا استاذ راك غلط راه ما عندك حتى حق باش جماهير النادي اللي فيك انت قلت انا نخدم في خدمتي ما علاش نستقيل انت باش تشكي بجماهير النادي الفريق على شنو باش تشكي على خاطر يحب جمعيته تشك بها الخطر وموجوع على الوضع اللي وصلته جمعيته نقول له تهديد التهديد نتاعك ما كانش في بلاصته وراه ما فما لا انت لا غيرك تنجموا تنجموا تضروا اي واحد من جماهير نادي الفريق يعطيك الصحب استاذ تومي وانت معروف من المقربين للنادي الافريقي تم ابعاد معناها تو المرميته تغلي كما يقولوا سيتم ابعاد حمزه الوسلاتي عن خطه نائب رئيس بعد جلسه كانت بين اليونسي وخليل محجوب ومجدي الخليفي عندك معلومه على هذا؟ هو واضح ومن التسميات واضح وبالتسميات أنا من التسميات انه من معناها تسميات من من رئيس الاوحد كما قال الاستاذ السمراني هذه معناها اللي قاعد يسير هو في النادي الافريقي توا تجاوز الجريمه معناها معناها سامحني في كلمه عصابه تمكنت معناها من 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 الجمعيه تسميات معناها وصلنا حتى تسميات مثلا رئيس لجنه الاحباء اللي خرجت تسميته معناها رئيس فا العميري تنظيم. لا رئيس لجنه الاحباء اي فهمي العميري يكتب لا هكا عندي هنا تو عندي رئيس هو عندي, مكرم عندي بالله كان الزملاء يشوفوا الورق الوثيق هذه بعث لنا بعث النادي الافريقي اعلام يقول فيه ليكن في علم احباء النادي الافريقي انه تقرر اجراء التعيينات التالي للموسم الرياضي 2020 2021 رئيس لجنه التنظيم السيد مكرم المؤدب مش <applause> هذا اللي هو مكرم نائب رئيس لجنه التنظيم السيد محرز حواشي رئيس لجنه الاحباء السيد فهمي العميري سي العميري هو اللي كتب وكتب بكل وضوح يقول راو. لم اكن على علم لم تتم استشارتي ولست معنيا باي منصب رئيس لجنه الاعلام السيد رفيق الزعفراني زميلنا السابق ده. رئيس لجنه الاتصال السيد فراس الحميدي هاو الامضاء نتاع اليونسي على الاقل ولات البلاغات تخرج باسمه هاكا عندنا وثيقه تفضل أمعني. تفضل. أمعني. تفضل نكملك بقيه التعيينات السي حسن الخلصي رئيس فرع كره قدم اكابر ونخبه سي أسامة بن يونس مرافق فريق كابر كرة القدم، سي الهادي البياري مستشار فني، سي محمد الهادي النجار رئيس فرع الشبان، وسي لطفي مستشار فني لدى الهيئة المديرة مكلف بالتقييم والمتابعة. كملت أستاذ؟ لا مازلت باش نبين لا هذا موضوع راحتك يا خويا هذا موضوع بالنسبة لي نعتبر اللي فتك بالقوة صحيح أنا راجل قانون أما الجمهور يلزم ما نقولش بالقوه معناها نحكي بانه افتكاك الشارع وانه معناها اعتسامات اعتصامات متواصله معناها انا نشجعها راني مانيش ضدها باعتبار اللي قاعد يحدث هذا من اكبر الجرائم في تاريخ في فريق تاع 100 عام شخص وحيد ما عنده حتى قدره على التسيير وثبت هذا بكل وضوح معناها لا قاعد يسير قاعد فقط من 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 من, من مقهى من اه ولا في يسمي تسمية اللي يحب له هو تسمية غريبة أنا نطلب حتى من العباد اللي قاعد تسميتها هذه ترفض كما رفض أنا سيد فهمي العميري معناها ترفض باش تلطخ أيديها وتمس من تاريخ النادي الأفريقي اللي لابد للمنخرتين أنهم يستعيدوا فريقهم ولابد إن شاء الله ترجع المحكمة تخدم حتى يتواصل معناها تتواصل القضية ويتواصل المسار الانتخابي وخصوصا راه كان احتجاجات زي ما تكون قدام الجامعه خاطر الجامعه هي الملاذ نتاعو هي اللي تخلي فيه تخلي فيه هيئه كيما هذه تخدم معنا في اطار غير قانوني خاطر هي اللي اعطاتو المجال في توكيل الشرعيه الشرعيه من الأول واعطاتو المجال باش تعطي جلسه عامه ثم معنا بعد ما مع عملت المسرحيه هذيك كل رجعوا له التوكيل ورفضوا تنفيذ حكم قضائي معنا هذه مش المره الاولى على الجامعه معنا الجامعه هي اللي 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 تقبل معناها في هيئه كما هذه يبعثها يبعثها معناها للجامعه دونك عندنا كان زوز اعضاء ورغم ذلك قبلت ما عندهاش تقرير مالي وتقبل معناها لا الجامعه متواطئه استاذ تواطئ واضح وصارخ في عدم احترام القانون وفي افتكاك معناها جمعيه كما جمعيه الافريقي في سنه المئويه باش يفكها فكها عصابه معناها انا نقولها بكل وضوح عصابه تمكنت من اللي في, في, في جمله واحده الخفيفي صب بشكل اليونسي ب 50 مليون عطيه ضمد صبر خليفه صب 360 مليون شاك كيف كيف معناها ورجع امبي بي الزوز هذوما كيفاش ما, ما تراش انه الافريقي اكثر من لخبطه هي المسائل الماليه اللي مفرت على اليمين وعلى اليسار هي طبعا اكثر معناها زادت ثلاثه قضايا جدد معناها نزيد ثلاثه لاعبين جدد زاد رفعوا قضايا معناها اللي هما معناها نور الدين الفرحاتي اللي تم اعارته الى الاتحاد من السيري معناها الهمامي ايضا معناها ال... رفع معناها قضيه معناها بالنادي الافريقي فما لاعب ثالث معناها ثلاثه لعب. لاعبين وهنا اصبحنا عندنا 17 لاعب لاعبين تلعب ورفع ورفع قضايا على خاطر ما تمش خلاصهم لاكثر لاشهر عديده معناها 17 شهر 17 شهر كامل 17 شهر كامل وحب ويحبوا يخرجوهم من الباب الصغير معناها لاعب معناها واحد كما سابر خليفه حقيقه معناها سمعنا كي سمعته في برنامج اخر بوستو وهو متنازل على مبلغ كبير كان مؤثر كان من حاضر مبلغ هو في حدود كان مليا. راجل معناها في اكثر من المليار. اكثر, أكثر من كان راجل معناها في نادي الافريقي هو اللي كان راجل يرمى معناها معناها يترك في معناها لمصيره والعباد هذه هي ما زالت تتحكم تفضل استاذ كمل التعليق سمح ليك عبد الكريم انت فنيا حبيت نربط مع الاستاذ باش ما تقعش خاطر اكثر حاجتين ركزوا عليهم صبر خليفه وزهير الدوادي شفناهم في تدخل هيتي في على في تونس في برنامج في, في, برنامج, في, برنامج, في برنامج في قناه تونسنا اكثر حاجه ركزوا عليها انه لا لشيطانه اللاعبين احنا فقط نحب نوضحوا لهنا الاستاذ كان يحكي على اللاعبين اللي قدموا قضايا فما سته لاعبين ثم ثلاثه هذما راهو فما اجال اذا كان اللاعب ما يتقدمش بالقضيه نتاعو للجنه النزاعات بالجامعه راهو يسقط حقه الاجل هي ستة اشهر من تاريخ نهايه الموسم المنقضي يعني واحد. اذا كان يتعدى عليه شهر ديسمبر هذا دي 23 ديسمبر وما قدمش الشكايه نتاعو فانه يخسر الفلوس هذيك الكل هو فقط لحفظ الحق نتاعو مشى للجنه النزاعات وقدم ملف وراو اغلب اللاعبين اذا مش كلهم اغلب اللاعبين قالوا روحنا نتقدم لحفظ حقوقنا لكن راهو معنا حتى نيه في ان باش نمشيو ونفضل ندي راهو مدود على الصلح لانه راهو كما كان يحكي الاستاذ راهو 17 شهر مش خالص جوار معناها يعني بان شنو هو المورال اللي بشابه يكور به شنو بعد يقول لك علاش عاطف تخيل عمل غلطين هذاك اي كمل باش نحكي مع سي عبد الكريم بوشوشه سي عبد الكريم بوشوشه وسام بن يحيى معناها عبر عن غضب عبر عن من نرفزه في مقابله نادي الصفاقسي معناها الملاعبيه ما مشاوش معاه وعاطف تخيلي اللي اخطا خطا مناهم نتاع نتاع حراس معناها بدائيين الحقيقه فنيا انت هل وسام بن يحيى مازال عنده بلاصه في النادي الافريقي؟ انا باش باش نثبت لك اللي سمعتهم توا تبارك الله الاسامي الكبيره تنجم تعاون جامعاتها بالكدا ولكن في وسط هالتخلبيز هذا وشيكات راجعه ما فماش واحد فماش خلاص محترم لا يعني رئيس جمعيه تصور انت شيك واحد حمدي مد بعطى شيك ورجع له ان بي ولا ولا سسمو ولا البريزيدون تاع شرف الدين فماش احترام حتى في الشخص يعني كي تصير هكا وتجيب بنتي تبارك الله فيلق اللهم مصلي على سامي به كل شيء اذا الاجواء العامه هي مش هي يعني مساكن شو باش يكون هذوما يعني لو بوان فيبل تو هي الكاليتي تكنيك في الكلوب افريكا وليدات صغار وكل شيء ما مش قادرين باش والكره تتلعب على جزئيات الحارس في دخيل. في في مباراة القروان كلاب بونتو زاد كيف كيف ولكن قروان كان عندنا صور بالله من الماتش هذايا نتاع السي والكلوب خاصة البونت واللي فيه دزة الصادق الحكم الصادق السالمي ما شافهاش بالله كان فما عديوهم لنا تفضلوا قلت لك ضد القروان يعني كلات هدف يعني ولكن تمكنت من خمسة دقائق تمكن النادي الافريقي باش يرجع لانه يعني القروان ماهيش سي اس وقت اللي تغلط انت في دقائق الاولانيين وتاكل بونتو بنفس انا شخصيا نحبذ إنه نقول يعني بلغتنا احنا العاميه يجي شدها تدخل عظمه ها دخلت عظمه للبلبولي فيها دواء ولكن اللي ما يعرفش يقيس التايمينج قول اللي في الكور العاميه يعني اللي يخطئ ما يعني هو مش يساعد الناس تلعب بروسة بدنيته هو يلعب بيدي يعني عنده آآ آآ قريب متر واخر زايد عليهم اللي يغلط في الحسابات هذيك هو اللي يعني نقولوا احنا بصفه غير مباشره دخل جمعيته ربما كانت كلوب ما بونتو ذكرى راهي عملت مباراه ان شاء الله, إن الله الافريقي يتجاوز معناه ما حنتو الزملاء يشيروا تفضل في, في كلمتين في كلمتين باش ما نكونوش قاسيين مع عاطفة الدخيلي ما نساوش عملي كان احسن حارس في البطوله عمل احسن حارس عنده كلين شيت 14 ماتش ما قبل فيهم حتى ماتش باساج هذا يتعدى كما قلت لك راهو جوار ربي يعلم به هو اللي داخل شنو عنده ينجم يعني معناها هي مشكله ذهنيه فما قله تركيز يرجع لبرشا اسباب كنا نحكيو عليها ما نكونوش قاسين برشا مع عاطف الدخيلي نقولوا له عنا فيه ثقه وسام يحيى انت جبت على وسام يحيى وسام يحيى كيف كيف الجولد بوينت تاع النادي الافريقي وسام يحيى مثال يحتذى في العمر هذاك يعمل في 10 و11 كيلومتر في الماتش اه في زوز ماتشات كان احسن لاعب في 36 سنه اه ما ربي بقى عليه الستر وما نكونوش قاسين برشا مع وليداتنا على خاطر ظروف قاعدين يتعداو بها ماهيش سهله بالكل برشا كلام خلتك يا حا... استاذ ما قلتش كلمتين نوعدك سي <applause> تومي نرجع لك بعد نخرج وفاصل ورجعين ما تبعدوش بعيد